السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم كراوية. المقادير تبعتها حطيت 3 كاسات سمين، بدي أعملها بسميد طبعا مش بالبرز مطحون. الطريقة كتير سهلة ويعني مكوناتها موجودة في البيت. بدي أعمل 3 مقادير، أنا هو المقدار المظبوط كاسة سمين مع 5 كاسات مي مع 2 كبار كراوية ونص معلقة قرفة وكاسة سكر ومي، 5 كاسات مي. زي ما حكيت لكم انا بدي اعمل 3 مقادير. بدي احط 6 معالق كراوية، واحدة هاي 6. بدي احط 2 كاسات سكر، حطيت كاسة سكر، هاي كمان الكاسة الثانية، وبدي أحط معلقة قرفة. حركهم مظبوط على الناشف، وبنحط 15 كاسة مي. زي ما حكيت لكم 3 مقادير، بدي أحط لهم 15 كاسة مي وبعدين نحطهم على الغاز. زي ما انتو شايفين بنضلنا نحرك فيها لحد ما تجمد. ركبناها على الغاز وبنضلنا نحرك حبيت تحطي سكر كمان كاسة كمان ما في مشكلة، هو ما انك تحبي انك الحلاوة تبعتها. خلينا نحرك فيها على ما تجمد ان شاء الله وارجع لكم. وهيك جمدت، خليها تغلي كمان غلوة واطفي عنها، ما بخليها تجمد كتير. هذا بتقول اللي بدنا اياه، بس لانه بس تبرد بتجمد. تقريبا بتاخد 10 دقائق او ربع ساعة على النار وانت بتحركي فيها، طبعا ما بتنترك، لازم تضل تتحرك. خليني اسكبها بالصحون ان شاء الله برجيكم اياها. وهيك الكراوية صارت جاهزة، بدي احطها بالصحون. نحط عليها مكسرات، اي نوع مكسرات تحبي. للتزيين جوز هند وعين جمل، ممكن تحطي فستق حلبي، اي اشي بدك اياه تحطيه.